من أجمل الفتاوى ومن أعظم المستفتين اتصال يصل إلى صاحب فضيلة من مشائخنا. تقول السائلة خلف الهاتف: يا شيخ، أنا أدهن قدم أمي بالفازلين، فإذا دهنت أقدامها لكي تلين يبقى قليل من الفازلين في يدي، فأمسح به وجهي ولكنه لا يذهب. السؤال: هل غسل اليدين بعد أن أدهن قدمي أمي لتليينها وترطيبها، هل غسل اليدين بالصابون من العقوق لأن أقدام أمي ثمة الجنة؟ سؤال أبكى الشيخ. وأخرى تتصل عليه فتقول للشيخ: إني أضرب لأمي الأنسولين فأرى الألم في وجهها لأنها مؤلمة، ثم تبكي وتقول: يا شيخ، والله لا أستطيع إلا أن أفعل ذلك، فهل ضرب الإبرة للأم أو للأب والألم أراه على وجه أمي هل هذا من العقوق؟ ما أجمل أن يكون الإنسان حياته محراب بر بعد طاعة ربه. إن من قصص البررة معاشر الأحباب ما يجعل الإنسان يتقازم عندما يرى هؤلاء الذين سخروا حياتهم لبر آبائهم وأمهاتهم. أحد السلف الصالح كان يشتري الحطب فيفلقه ثم بعد ذلك يقشره حتى إذا أتى الشتاء يشتريه في الصيف، حتى إذا صلت أمه كان يوقد في الكانون خلفها من النار ما يدفئ ظهرها، ينشغل بتدفئة أمه وهي تصلي وتعلم أنه خلفها لكنها لا تريد أن تمنعه لأنه مستمتع بالبر. ما أجمل أن نستمتع بالبر، فإن الاستمتاع يجعل للحياة لذة. والله إن أقدام الأمهات ثمت الجنات، فهل يا أخي تنسى أن تطرق هذا الباب وهو موجود عندك؟ أب رجل كبير كان مريض وكان لديه أبناء كثر، لكن أبرهم كان الأوسط، وكان يقول له: يا بني، رافقتني في المستشفى أكثر من شهرين، أخرج الآن، اذهب إلى الأسواق. وكان في مدينة الرياض، وكان له إخوة غير هذا الأخ، كان هناك إخوة، لكنه لا يستطيب حياته أن يخرج عن أبيه. فيوم من الأيام عزم الأب على ابنه وقال: لا تخرج رغما عنك واتركني إلى وقت المرافقة الثاني، اذهب إلى الأسواق، اذهب إلى مطعم، اذهب كما يقول وسع صدرك. بكى هذا الابن، قال: يا أبتي، والله لا لذة ولا سعادة إلا أن أكون تحت أقدامك. أرغمه فأخرجه، وفي جوف الليل كان أحد أبنائه الذين كانوا يأخذون البر عادة وكانوا يتأففون من خدمة أبيهم ولربما من رفع الأذى عنه، وكان إذا نام في الليل وقام الأب ونادى لكي يقلبه، البعض من الأبناء لربما يتألم أو يتأفف أو يتضجر. في جوف الليل نادى الكبير باسم ذاك الذي قال له أخرج، لأنه قد ألف 60 يوم وليلة وهو يناديه. فلما قال: يا ناصر، خطأ وإلا فناصر قد أخرجه، قال: يا ناصر، والموجود لديه كان اسمه فهد، يقول: يا ناصر، فإذا بناصر يفتح الباب من الخارج ويقول: لبيك، والتفت إليه: ألم تخرج؟ ألم تذهب؟ كان قد نام على عتبة الباب، على باب غرفة أبيه في المستشفى. قال: والله لا تهنأ لي عين بمنام يا أبتي وأنت هنا حتى أكون تحت أقدامك. وأختم فأقول: إن البر ليس أن تقبل الرأس ولا اليد، البر أن تكون الحياة كلها، كل حياتك بعد طاعة الله خدمة لأبيك ولأمك. ولذلك ينبغي أن تكون عندهم أو يكونوا عندك حتى تتلذذ بهذا الباب العظيم من الأجر. من أراد الجنة فبين يديك أبواب الجنة، إلزم قدميها فثمة الجنة، وقل دائما: رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا.